أخبار اليوم. في البداية نرحب بيك في مصر، وممكن تعرفنا بنفسك؟ مرحبا بك، اسمي إبراهيم غالي أحمد سالم بوكا، مهندس طيران مدني، وفي نفس الوقت مفتش طيران بوكالة الطيران المدني الموريتانية. عايزين انك تكلمنا عن انطباعك عن الدورة دي. في الحقيقة دورة مهمة جدا، كانت على البي بي ان، يعني الملاحة القوية القائمة على الأداء. نحن كمفتشين يعني مهم جدا لما يكون عندنا تصور على الموضوع كمجمل. وبعض طبعا بعض الإخوة الأفارقة يعني في المجال، يعني كانت دورة جد كويسة، وتفاجأنا صراحة بالمستوى العام للدورة، وكانت التنظيم كان كويس، كان جيد جدا ما شاء الله. الاستفادة مش ممكن تكون يعني كنا متوقعينها، لأنه على حساب البرنامج فيه النقاط الكبيرة كانت يعني تباشر الموضوع اللي احنا جايين على أساسه. كانت الاستفادة جيدة إن شاء الله، كانت كويسة. وكانت حضرتك وأهلا بك في مصر. أشكر مصر. طبعا احنا كانت فرصة لنا نجي لمصر، عمرنا ما جيناش هنا. يعني وقفنا على مستوى التطور أول زيارة، خصوصا مجال الطيران المدني. يعني كنا الحين نرجع عندنا نظرية ثانية عن مصر، مش النظرية اللي كنا نشوفها في الإعلان ولا. والحاجة الوحيدة اللي نتمنى لها، مصر دولة صراحة عندها مقومات الدولة، يلزمها بس إن شاء الله ترجع لموقعها الأساسي. نحن كعرب أولا مش أفارقة بس، لأن يعني الدورة فيها ثلاثة، موريتانيا دولة عربية والباقي أفارقة. يعني نتمنى مصر ترجع قائدة للدول العربية والإفريقية، يعني موقعها الطبيعي. فهمت كيف؟ إن شاء الله خير مصر إن شاء الله والأمة العربية كلها. ومشكورين مصر، نشكرهم يعني جزيل الشكر، الصلاة عن نفسي وعن موريتانيا وعن قوتي اللي معاه. والله يعاونكم إن شاء الله ويحسن الأوضاع إن شاء الله. شكرا. I am Sylvia Ranefson from Madagascar and I am here for attending the PBN course. Okay. And I am a head of regulation about operation, personal licensing, and airworthiness. And my impression about the course was given by our staff, Egyptian staff. It was very, 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 very great. I received a lot of experience, a lot of exchange with them, and I can share with my colleague in Madagascar those experience that I obtained here. So I am very glad to be here, all in Egyptian staff, to give us this opportunity to attend this course. And I hope that course is not the first, but it will still continue in the first, in the future. So thank you. Please introduce yourself. My name is Mr. Salifu Zanga. I'm coming from the Burkina Faso. And I am an airworthiness inspector. So I am here for the PBN workshop. What's the impression about the workshop? The workshop dealing with performance-based navigation system. And we came here to learn about how to draw a space, a safe space for the airplane to come in safely and to land safely in the airport. Yes.